صباح العسل، صباح الفل، صباح الرضا، صباح النجاح والتوفيق والخير والرزق والبركة. النهاردة يوم جديد، أنا على وشك أن أنا أروح الشغل دلوقتي، فمش هينفع أن أنا أعمل الفيديو دلوقتي. بستأذنكم لما أخلص إن شاء الله بإذن الله نكمل الفيديو مع بعض، هيبقى فيديو جميل يليق بحضراتكم. أتمنى لو بتشوفني لأول مرة تشترك في القناة، تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، ولو قعدت تتفرج على الفيديو في ربعه في نصه في اخره، اتمنى تعمل لايك للفيديو. صباحكم عسل، صباحكم فل، صباحكم رضا، يلا بينا. خلصت. المهم انا عاوز اتكلم معاكم في امر يهمكم. انتوا عارفين ان انا بنقي دايما المواضيع وبرضو من خلال تعليقات حضراتكم بنفيد بعض. في حد ساب لي تعليق وقال لي ان الناس المسنين هنا في المانيا مش حاتهم، مش لاقين ياكلوا بعد ما خرجوا معاش، مش لاقيين يصرفوا لان المعاش مش مكفيهم. طيب تعال نتمشى، واحنا بنتمشى نحكي في هذه القصه. يلا يلا بينا. اولا الفيديو للاخ بعتهولي ده فيديو قديم، ما علينا ان هو قديم او مش قديم، ولكنه روبورتاج وجايب بعض من الناس من الالمان اللي هم المسنين اللي خرجوا معاش وبدا يتكلم معهم. والله القناه دي انا ما متابعها، ولكن الاخ ده بعت لي هذا الفيديو وقال لي اتفرج يا عم خالد، ادي المانيا بترمي الناس المسنين. فانا يعني من عايش في المانيا، يعني شايف الناس بتعمل ايه اللي هم المتقاعدين. طب الموضوع ده بس يهم الالمان؟ لا طبعا ما يهمش الالمان، ده يهمك انت يا عربي اللي بتشتغل من دلوقتي، وفيما بعد هتوصل لسن التقاعد وربنا يديكم طولة العمر. اللي انا دايما بقول لك انت معايا ان شاء الله باذن الله هتعرف كل حاجه في المانيا وانت قاعد مكانك، سواء ان انت مكانك ده جوه المانيا او خارج المانيا او في بلاد الواء. المهم فقر المتقاعدين في المانيا، يعني الناس اللي هم وصلوا سن التقاعد او سن المعاش هم فقراء دلوقتي وبيشحتوا وبيلفوا في الشوارع يلموا من الزبايل ومش عارف ايه زي ما التقرير او بعض الناس بتقول. لا الكلام ده غير صحيح، الكلام ده كذب. اولا الروبرتاج اللي هو معمول في القناه للاخ اللي هو بعتولي الروبرتاج ده معمول من زمان، من ايام المارك الالماني، وابقى اتفرج على الروبرتاج دي رقم واحد. رقم اتنين الروبرتاج دون قديم، الناس عملوه دلوقتي، ليه عملوه دلوقتي الله اعلم. ولكن خلينا بقى نتكلم على الناس المتقاعدين داخل المانيا اللي هم وصلوا سن التقاعد، بتبقى اعمارهم 60 سنه 70 سنه 67 سنه معرفش ايه. المهم الناس دول هل هم فعلا بيبقوا فقراء ومش لاقيين ياكلوا حتى ايجار البيت ما بيعرفوش يدفعوه؟ الكلام ده مش مظبوط. اولا الناس اللي هم اتعمل عليهم الروبرتاج ده، لو انت قعدت تدقق في كلامهم هتلاقيهم بيقولوا ان احنا ما عملناش حساب بكره واحنا صغيرين. الكلام اللي انا دايما بقول لك عليه، بقول لك يا حبيب القلب وانت شاب كده وبتشتغل اعمل حساب بكره، ما تعيش طول عمرك كمغترب وتيجي نشخللك ونهزك ما نلاقيش في جيبك 200 اورو. فلا انت يا حبيب القلب اعمل حسابك وما تعملش زي الناس دول. تاني حاجه انت راجل مسلم او انت راجل مسيحي شرقي، انت ما انتش مدمن الكحول، ما انتش مدمن مخدرات، ما انتش مدمن نسوان، فانت ما انتش هذا الرجل اللي هو بيدمن شيء فالشيء ده بيأثر عليه في كبره وبيكنسه كنس، فانت مش من هؤلاء الناس. هؤلاء الناس هم في صغارهم او في شبابهم قال لك الدنيا واحنا بنشتغل وبنقبض مرتب كويس والفلوس دي بيضيعوها سواء ان هم بيلعبوا بيها قمار. الناس دول في شبابهم ما اتجوزوش وكان ليهم اطفال ربوهم على التربيه السليمه ان هو يبر اهله. الكلمه اللي انا دايما بقول لك عليها، يعني الروبرتاج ده فيستك وفنكوش وناس بس بتتكلم او خلاص. وانا بقول للاخ اللي هو كتب التعليق مش اي حاجة بتسمعها في الانترنت فدي هي صحيحة. طيب نروح بقى للناس المتقاعدين اللي هم داخل المانيا. بس قبل ما نروح للمتقاعدين عاوز اضيف نقطة بسيطة. الناس اللي هم جم في الروبورتاج بعظمة لسانهم، واحدة ست منهم قالت ان انا كان قدامي اللي هو نظام التأمين كنت عاملاه اختياري فما كنتش بدفعه او بدفع جزء بسيط او كنت مختارة فئة بسيطة. في واحدة ست تانية قالت ان احنا مدة العمل بتاعتنا كانت مدة صغيرة، وده امر طبيعي جدا. حتى انت في دولتك العربية لو انت بتشتغل وانت سنك كبير وبتقعد تشتغل مثلا 10 سنين ولا 15 سنة وبعد كده بتطلع معاش تاخد معاش قد كده اهو، لكن لو انت بتشتغل المدة اللي هي تقريبا مش فاكر 40 سنة ولا كام ولا اقل، القصد
المهم المده، كل واحد عارف في بلده المده القانونيه بتاعه المعاش، ان انت تاخد معاش محترم، وفي الاخر بتاخد معاش غير الراجل اللي هو اشتغل واخد معاش صغير. فهمت يا حبيبي؟ فمش معقوله الناس هتديك فلوس كده وخلاص، هم ما بيغرفوش. انت اشتغلت ودفعت فلوس هتاخد، اشتغلت وما دفعتش فلوس مش هتاخد. فنروح بقى للموضوع التقاعد والخوف من التقاعد. حبيبي القلب، دي سنه الحياه، مفيش حد هيفضل طول عمره عيل صغير او شاب او كذا او كذا، لا مش هيحصل الكلام ده. مراحل في حياتك هتلاقي نفسك العمر بيسرقك، هوبا تلاقي نفسك بقى عندك 70 سنه 80 سنه وقاعد لوحدك ما عندكش حد. ولادك بقى لو انت معلمهم على ان هم يبروا اهلهم هتلاقيهم يقفوا جنبك. فانت ما تنزعجش، ما تخافش، ما تقلقش على نفسك في هذه البلاد. البلاد دي مش للدرجه اللي انت متصورها. انت بتشتغل بتدفع تامينات بتاعه المعاش بتاعك او بتدفع الضرايب بتاعتك، كل ده بيتخصم، ده بيروح للدوله وده بيروح لنفسك في ما بعد، والموضوع بيخلص. طيب نروح بقى للمعاشات واللي انت بتاخده لما بتخلص شغلك في النهايه. اولا المبلغ بيبقى حوالي 800 اورو. 800 اورو، 800 اورو لو انت شخص لوحدك وساكن في شقه ما تعرفش تعيش، لا تعرف تعيش. طب افرض انا ساكن في شقه مثلا وانا بشتغل، وكانت الشقه دي مثلا ثمنها 800 اورو ايجار بس وانترنت وكهرباء وميه، المهم بيخلصوا القصه في 1000 اورو. هل انا لما اخد معاش 800 اورو ينفع اقعد في الشقه دي؟ لا مش هينفع تقعد في الشقه دي. طيب ايه الحل؟ الحل حبيبي ان في سكن مدعم للدوله بتعطيه للناس اللي هي ما تقدرش تدفع ايجار كبير. زي هقول لك الناس اللي هم المهاجرين اللي جايين على المانيا، الدوله بتديهم سكن، السكن ده بيبقى ايجاره رمزي تقريبا في حدود ال 150 اورو ايجار، وانت ما بتتغرمش اي شيء غير هم ال 150 اورو. فنروح بقى للي هو متقاعد، هيدور على اوضه يقعد فيها، هيدفع هذا المبلغ 200 اورو معرفش ايه، المهم ان هو هيتستر. لو ما عرفش المستشفيات موجوده، لو ما عرفش دار المسنين، ودي بقى القصه اللي انا عاوز احكي لك عنها. لما بتدفع تامينات وبتدفع ضرائب وبتدفع بنود كتيرة قوي، فلما تيجي تقعد تدور في البنود اللي انت بتدفعها دي هتلاقي حاجة مخصصة لدار المسنين. يعني انا ممكن اقعد في دار مسنين بعد سن التقاعد عادي، ما تقعد يا عم، ايه المشكلة؟ القصة حبيبي القلب مع الناس اللي هم ما عملوش حساب بكرة، هم خايفين زي ما انت خفت دلوقتي. انا اعمل حاجة زي كده؟ انا مش هعمل حاجة زي كده. حضرتك اللي بتتفرج عليا هتعمل حاجة زي كده؟ لا مش هتعمل حاجة زي كده. ليه؟ موضوع بسيط خالص، لاني انا وانت وناس كتيره قوي في هذه الدول عملنا حساب بكره. ناس كتيره قوي في دول المهجر بما فيهم انا وممكن يكون في بعض من حضراتكم ادى لنفسه تارجت ان هو بعد التارجت ده كفايه قوي كده وعلى بلدنا. طيب بلدك انت عملت فيها جذور لنفسك ولا خرجت كده ابيض يا ورد؟ يعني مثلا ابوك ساب لك بيت ورث فانت بعته، او ساب لك شقه فانت بعتها، او ساب لك محل تجاري فانت بعته عشان انت راجل فقري عاوز تبيع وخلاص. المهم لما تكبر مش هتلاقي حته تتويك حتى في بلدك، فاعمل حسابك من دلوقتي ان انت تسيب لنفسك جذور في بلدك. ولذلك لما الناس كانت بتقول لك خالد انت خلاص استقريت في اوكرانيا ملهاش لازمه الشقه بتاعتك، قلت لهم لا، فكرت ان انا اكبرها واخد فيه مكان فيه واسع اكتر ومفهوش زحمه وتيت تيت وتكاتك والكلام ده كله. نزلت في سنه من السنين مصر وقعدت الف في الشيخ زايد تقريبا و6 اكتوبر، لقيت الاسعار فلكيه ولقيت نفسي هدفع مبلغ فوق الشقه بتاعتي، فقلت ليه؟ خليها. دلوقتي النهارده الحمد لله رب العالمين ان انا خليتها، هي نفعت دلوقتي لاي ظرف طارئ لا قدر الله. فانت يا حبيبي القلب طالما عملت حساب بكره خليها على الله، طالما انت راجل مسلم وموحد بالله ومؤمن بقضاء الله وايمانك بربنا كبير، ما تقلقش على بكره، بكره ده مش بتاعك، بكره ده مش بتاعك، بكره ده في ايد ربنا وفي علم الغيب. هعيش ولا هموت؟ الله اعلم. بس انا عامل حسابي لو لا قدر الله ما عرفتش استفاد بهذه الاشياء اهي موجوده، هيجي وقتها. فهمت يا حبيبي؟ فانت ما تصدقش كل حاجه بتتقال قدامك، في بعض الناس بتحاول تكرهك في المكان اللي انت موجود فيه. فطبعا انت كراجل فاهم وراجل عندك خبرات، فانت بالنسبه لك كل الكلام ده هوا في هوا في هوا، ملوش اي 60 لازمه. اللي عاوز يقول على المانيا ان هي بلد فقيره يقول، اللي عاوز يقول على المانيا ان هي بلد مش عارف ايه يقول، اللي عاوز يقول على المانيا اللي هو عاوزه، دي حاجه ما تخصنيش وانا مش واصي على هذا البلد، فانا هدافع عن هذا البلد. ولكن في ناس لما بعمل فيديوهات قويه في موضوعها
فبلاقي ناس بتقول لي انت صح وعندك حق، قال ناس كتير كمان، وناس بتقول لي لا انت لسه ما شفتش، انت كذا انت كذا، يعني الناس بتتكلم تنتقد بادب وانا بتقبل هذا. فبقول الله، طب ما هو الناس اللي هي قالت كتير قوي ان انت عندك حق يبقى انا كلامي صح، لان انا شايف الصح اللي هو ايه؟ اللي انت شايفه قدام عينك. لقيت حد جه ضايقنا واحنا في الروقان وبتعمل الفيديو بتاعك. المهم هتقعد تشرب قهوتك ومية مية وتشرب سيجارتك لو تشرب سجاير، وهتاخد بعضك وتكمل على بيتك لو انت عاوز تقعد هنا، او تنزل اسرتك مثلا تقعدهم في الكرسي اللي جنبك، او تقعدهم في حديقه غير الحديقه على ما تعمل الفيديو مثلا يعني، والموضوع بيخلص. مش شرط ان انت لو في السوشيال ميديا ان انت تلم القرطه بتاعتك، فهمت يا حبيبي؟ خلي دايما زي ما قلت لك حياتك الخاصه في حته وقناتك في حته اخرى، حتى شغلك خليه في حته تانيه، لان الناس لما بتعرف عنك حاجه اعوذ بالله ربنا يكفيك الشر بترجع لورا مليون سنه. القصه مش في التقاعد ولا فلوس التقاعد ولا في فقر المتقاعدين، والله الفكره في النبر. واقول لك ايه، انا لسه كنت بتفرج على اغنيه موتتني من الضحك، فقعدت اضحك على هذه الاغنيه لان الاغنيه بصراحه مضحكه جدا. مش عارف يا صفرة ثرمك ايد نار، خليكي ايد نار، معرفش ايه كلام كده قعد يضحكني طبعا، ولكنه واقع. هتلاقي العين ما بتكرهش الا الاحسن منها. فحبيب القلب، من غير ما نتكلم كتير انا لخصت لك الكلمتين اللي انا عاوز اقولهم. العين ما بتكرهش الا الاحسن منها. اوعى تصدق اي حاجه، اهم حاجه شغلك، اشتغل وبتاخد مرتب تمام التمام. قاعد عواطل عمال تلف في الحواري والشوارع والادغال والبراري ومعرفش ايه وبتاع، ومنظرك يقطع القلب. فبكره ده بالماني اللي في جيب حضرتك، لكن الكلام اللي هو بنسمعه هذه الايام اشمعنى معرفش. فهمت حبيبي؟ فحبيبي القلب، عشان ما تتعبش روحك وتتعب حالك في هذا العالم، دع القافله تسير، وكده كده الكلاب بتنبح ورا القافله. فهمت يا حبي؟ يعني انا دايما بقول لك خليك واثق من نفسك، طالما انت انسان بتشتغل ولك مرتب ثابت قول الحمد لله رب العالمين. اعمل حساب بكره من دلوقتي، عشان بكره صعب ان انت تعوضه، عشان ما تبقاش زي الناس دول، وانا ما اتمنها لكش. المهم عشان ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، اتمنى من وسط الطبيعه الحلوه اللي انتوا شفتوها حكينا الحكايه، واتمنى ان انت تكون فهمت القصه مظبوط. يعني لو لسه قاعد لحد دلوقتي وما عملتش لايك للفيديو، اتمنى تعمل لايك، اتمنى تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، اتمنى تشترك في القناه. اتمنى لكم كل خير، صباحكم ورد وعسل، صباحكم خير، صباحكم رزق، اشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم.